نتمنى تكونوا بخير. معكم ياسين كرامي بلوج جديد. قلت لكم ما كاين غير فلوجات هاد الايامات. اليوم عندنا اودي اس 3 بلس 300 ديال الخيل الخوت اسونس، غادي نتلاقاو بها دابا ان شاء الله. الصديق ديالي مروان اللي غادي يشرفنا بها وغادي ندوي عليها. انا عارفكم العشاق ديال ليسونس الخوت، وكيعجبكم ليسونس وكيعجبكم هاد الشكل ديال الطوموبيلات السبور. يلا دابا شويه قطعت مع مروان، داير معاه دابا في العشيه، نمشي نتلاقى معاه وخليكم معايا الخوت. مروان كيف قلت لكم في البداية ديال الفيديو، جاب لينا الطومبيلة اللي تبارك الله اللي خطيرة، اودي اس 3 اسونس. من عشاق الطومبيلات كانت عنده سيل عا، كانت عنده سي 220، وهاد المرة داز ليسونس. قبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله نخليكم مع السينيماتيك ونكملوا. اول حاجه نبدلها هي هاد لان قدام، هذه تاع ماكستون ديزاين. اها هي ما كتخرجش فيها الكالندر ديالها، الكالندر ديالها كما خارجه. زيد على نبدل في جون لي جون خمس بوغين هما كيخرجوا بالكري. اه بالنسبه لي جون 19 بوص. هو ديجا كيخرج فيها 19 بوص من البديل والديزويت، كاين كيخرج 18 تبارك الله. بالنسبه للجن اخي مروان، هذه هي تاع ماكستون ديزاين. ماكستون ديزاين زايده حتى هي. البودكاست كيعطي واحد لوك في الطوموبيل اللي زوين، واحد اللي جا شافها من اللور كيعطي له لوك اللي زوين. بالنسبه لهاد الاس 3 انا نجي نشوفها غير من اللور. مروان كي جيت لك كنت تقول واحد الشيء كيعجبك من القدام ولا من اللور؟ ياه والله كنت كنشوف الطوموبيله كتدور في كازا، كيعجبني الباراشوت اللوراني اللي مخير بزاف. يكون اخي مروان شنو مبدل فيه؟ في اللور مبدل التيفيزيور، هو تاع ماكستون ديزاين. هاي الطبعه ديالو هنا كتخرج لي بلي 4 سورتي. اه 4 سورتي، اما ار 3 كتخرج 2 سورتي وكيكونوا غلاط. كيكونوا غلاط. زيد على سبويلر تاعي تاع ماكستون ديزاين، سبويلر دوبل سبويلر جور. الاول راكب والثاني راكب، الثاني هو راكب. لا عطا واحد الجماليه اللي زوينه. بالنسبه هذه كتكون كرومي وكتكون ديجا كرومي. لا جات زوين. انا قلت لي مروان الطوموبيله زوينه، قلت لي كان لي جونت بالكحل غادي يمشيو مع هذا الباك اللي داير هو، حيت ديجا فيها الباك نوي. الباك نوي هادو واش هادو فيها مغلفين وبلافون وباقي لك لي جونت. هما الخوت الطوموبيله من برا راه تبارك الله عجبات. هذه من احسن اللي اس 3 اللي شفت بعدا كيدور هنا في كازا. حتى مروان انت متفق معايا، كاينين شي اس 3 كيكونوا خاوين. ها هو مروان غادي واش يأيدني في هذه النقطه ولا لا؟ انا حاليا مو هي مكراسي ما بين احسن اس 3 كاينه في كازا، كازا كامل. بالنسبه للعموريه ولا لا في كوتي ديزاين ديال الانتيغيور ولا في كوتي موطور؟ اكستيريور كوتي موطور. المهم هي دابا باقا ستوب. باقا ستوب. شحال كتخرج اخي مروان؟ 311. خوت كتخرج ب 311 نشوفوا. راه كيجمع غير الفم الخوت. ان شاء الله غادي نديماريو ونسمعكم الصوت. بالنسبه للكونسوماسيون مروان كي غادي معاه؟ كونسوماسيون تورج لك. تيسير لك راه تاكل ما خيتيش. اكثر نهار حطيتي فيه فلوس شحال؟ هو 800 درهم. 800 درهم في النهار. اسمع الخوت بكرا من الصباح حتى للعشية. ما عادش ديماريتي اخويا. تخرج مع 10 كترجع مع 7 8 الصباح. انت خرج مع 10 كون خرجتي مع 7 الصباح. وكاين راه ما كتاكلش بزاف. كيف قال الخوت دابا هاد الاس 3 ولا ليسونس عامة ولا الطوموبيلة عامة؟ راه كنتي كتاكل. الديزيرو كياكل.
ادوي على هاد النقطه اللي كان طومي اللي كتاكل راه كتاكل راه بنادم عارف قبل ما كياخذها ولكن على حساب رجلك واش كتكسيري واش في المدينه كتسوق ديك السوقان ديال المدينه غادي بشويه فرانتي غتاكل الطومبيل اللي كتبغي مشان تكون غادي ومفيكسي لا الصرا ديما تاكلش فوالا تكثر هاد الفرانات عاوتاني نديرو في لوطوروت بعدا مراكش الطريق راه كتبان لي كونسوماسيون زوينة انا كنت سافرت بها لمراكش وغادي 130 قبل 150 درهم في الطالي ولكن 300 من مراكش ورجعت مع الروشو كلاش 1200 درهم سمعت واد خوت روتور 1200 قال لك الي غادي بشويه 150 300 درهم دار في المدينه روتور خشى رجلو 1000 في الطوطال كامل طلع لي 1200 درهم في الطوطال كامل روتور شحال يكون تقريبا؟ تكون شي 600 درهم حتى ما تشلى 200 240 وهاد النقطه اللي باغي نسمعها انا اكثر فلوس حط مروان مشى عند هو 800 درهم شحال البلان ديالك؟ البلان ديالها 750 درهم 750 700 درهم شحال كطلع لك في المدينه؟ كونسوماسيون كونسوماسيون اللي خشيت رجلي طلع لي حتى 20 21 21 الا بقيت غادي بشويه تعود 10 خوت 21 كطلع راه تبارك الله ولكن راه سياره المهم كيف كتشوفوا الديزاين اللي زوين بزاف مروان باسيوني بالطوموبيلات عشاق انا كيعجبني الواحد اللي كيجيب داك الشيء سير ميزير فهمتي متابق معايا لي جونت اللي كان داير في بولر لام حيت كي اللي كيكون داك الشيء عاوتاني معيق بزاف كتخرج على الفورمه ديال الطوموبيل طوموبيله مروان دوز بها واحد البيريود ان شاء الله باغي يبدل اي عشاق ان شاء الله تكون مع هذا الفيديو طوموبيله راح حطها مروان تباع ان شاء الله ونحط نخلي الانستغرام هنا اي واحد عجباتو الطوموبيله وباقي غادي ندوي عليها اكثر ونشوفوها من الداخل يكون طاكتي مروان ان شاء الله ما يكون خير قول لي من طرف ياسين بالنسبه لي تخيل اس 3 اس 3 اس 3 المهم اوريجينال كيف كتشوف اخوت لي زيتخي اس 3 لي جون 19 كيف شفتهم في هذا اللون هما كانوا بالكري ودارهم في هذا اللون انت درتيهم ولا خديتهم دارهم خداهم هكا وان شاء الله الطوموبيل اللي كانت عندك لي جون تصبغوا بالكحل انا وجهه نظري ولا لا ياخذها من عندك ان شاء الله الكحل غطلع نار بان اللي باغي يمشي مع الباك النوي اللي فيها راه يمشيو مع الكحل خود دخلنا الطوموبيله ديال مروان من الداخل اول حاجه يدور لينا عليها وهاد البولون اللي طربني بزاف شنو هو واش هو كيخرج هكا ولا مبدل اخويا مروان البولون ما كيخرجش هكا هو مبدل كامل مبدل كامل كربون فايبر يعني كامل اوريجينال البولون كامل محايد ومركب بولون جديد اللي بدلتي ولا الدري اللي خداه شحال تقريبا واصل 13000 درهم 13000 درهم وبكربون فايبر ولا نتايا عاد كتزيد لا بكل شيء كيخرج في حاله هكا كومبلي كيخرج بالنسبه لي باليت باليت هما اونغو شنو مبدلين هادو انت انت باش عجبتيني مشيتي بلون واحد لون واحد انا ما عرفت طعم على لي باليت هادو عشاق انت كتبان مروان باللي راه عشاق تبارك الله بالنسبه غادي نشوفوا ليكرون ديالها كتكون واحد المنظر اللي زوين كيفاش كتشوفوا الخوت باللي راه عندها ليكرون كيهبط وعندها ليكرون كيطلع هكا كيبان واحد اللوك شويه عادي عادي ملي كتطلع راه كتبدل كامل تبارك الله بالنسبه للكوكبيت ديجيتال كتخرج بحال هكا بحال هكا فالروسي في الاولي ما كانتش بحال هكا لا فيهم على عادي وهذا كيتبدل باش يدير لي بحال هكا المهم واش تردو كلاسيك ولا سبورشي كمل سير زعما فيه بزاف ديال لي موند فيه تبغي يطلع فيه جي بي اس هنا انا هاد الخريطه كتضربني ملي كتكون شي واحد كنشوفو كيدير لي ستوري وكيطلع الخريطه هنا وكيزيد يطلع هنا راه صافي راك هو يوري علينا خاي مروان راه كيجيب لي تماما يا هادي كطلع حتى هنايا المهم الداخل تبارك الله بزاف شنو شحال من مود فيها اخي مروان لي مود مو فام درايف سيلكشن فا ايكونوميك والكونفور والديناميك والانديفيديوال لي سامبل في هادو هو ايكونوميك والكونفور كونفور كي تفصى واش صافي تبقى طومبي غادا ترونكي يعني سامبل والكونسوماسيون ما كتاكل فيها والو ولا بغيتي شي صداع راه كتضرب لها الديناميك اللي هو هذا عيط على الطومبي هنا بالاحمر الطومبي كامل كيتحلو كيولي كتولي ستوري ستوري تبارك الله بالنسبه خوت طوا كيف كتشوفوا الباك نوي باش عجباتني راه كتكون كل الخاوي اللي كتخرج في حتى في الكري في الكري بالنسبه للطوا طوا اوتوماتيك يتحل الخاميه كيف كتشوفوا هنا بلا ما يبغى يدرك على الشمس
الخوت كيف شدوي على الكرون دابا نهبطوا لهنايا بالنسبه للطوموبيل ستار ستوب دو على خي مروان شنو لي زوبسيون اللي كتخدم لي زوبسيون اللي زايده على اللي قبل منها هو زايده بستار ستوب ستار ستوب زايده ب المهم بزاف زايده عاوتاني بهنا ويرلس يعني يمكن لك بلا كابل دوار تحط التليفون كيتشارج كتحط التليفون ديالك هنايا كيف كتشوفوا ها هو طلع كيتشارج هنايا بلاني زوين تكون عندك تليفون اخر حتى نسيتي تليفونك بغيت تخرج من الطوموبيل هي كتقول لك هذا التليفون كاعك نسيتي كدير لك رابيل كتهز التليفون تبارك الله بالنسبه ل بالنسبه للفرنامج الالكتريك الهادي ديالاش هذيك شي لما كانت كتيف شي طلعه باش ما تهبطش كتورك عليها كتارشيف هنا بالنسبه للراديو هنايا تشوف مزيكا تبدل اي حاجه ميلي اي حاجه بغيتها ندير بالراديو بلوتوث لعيبات ديالها هادي اخاي مروان هذه كتطفي بها ليك راه كتطلع وكتهبط معلم هاي دابا غطلع هذا ديال الاو اس بي كطفي هذا ما كطفي على حاجه اخرى طفيتي راه كنت كنصلي على الجرف في الجامع لا الله يحفظ راه مروان اصلا ما كيطفي ما والو كان في فلاش كوترا ملي كنت في الاول ان شاء الله راه غادي نجربوه بالنسبه للكاتسينيال هذه الباركينغ هذا شي حاجه بغيت كان شايب على الكاميرا دريكول تاعي مع كاميرا هذه ديال البلاصاج اوتوماتيك البلاصي الراسي تبارك هذه كتكون في ستوب كتسكوت باش يطفي من احسن طفى انا كنحيد حتى انا كتبرزطني كلاش زعما هذا قال لي موك بالنسبه للسياج الخوت راه سبور كوير فيهم عجبونا الطرز هذا اللي بالاحمر مشى مع هاد اللعيبات اللي زاد مروان مع لي باليت مع هادو لعيبه اي عند اللعيبه ديالنا تفرق عليها كتهبط مو انت كيفاش درتي حيتي السياج شوفهم ما فيهاش مانويل لا شوفهم فيها ولكن هاي السياج شوفهم فيها بروديالي ما فيهاش غير ديال السخونيه تهلا غير في الليل مساج لا مساج مساج ما فيهاش حيت ماشي كلاسيك سبورتي سبورتي بعد محتاج الماسا عييتي هبط السعر على الادرينالين كتشوف هما الخوت البلان زوين تبارك الله بالنسبه لطابي استر وبين اوريجينال اوريجينال ديالها خارج معاها شفنا الطوموبيله من الداخل رضوين عليها زعما عليها كلشي لي زوبسيون اللي فيها دابا نرجعوا للور مروان غادي ديماريها بالمود كونفور والمود ديناميك اللي غادي تشوف واحد التغيير بزاف اجي معايا اخويا سير على الله مروان سمعني هذا مود كوب هذا المود اللي خرجت واحد الصوت اللي فيلتري الصوت ديال اس 3 ديال اس 3 راه واعر بزاف شوف مفيلتري بزاف كاين واحد هي راه باقي فيها كاتاليزور ديالها كلشي باقي فيها كلشي ديالها وباقا ستوب شحال كتوصل في ستاج عاول 370 380 ستاج 2 دخلتي ب 410 خوت كيف شفتو سمعتو الصوت الكونفور صوت الكونفور ومجهد في راسك ومجهد هذا الكونفور ها هو الدينامي زين طردي كنتي جاي معايا بالكونفور الدينامي ياك حاجه بخير مع البرد وديك مع البرد ما تسمعش مزيان وديناميك بزاف هو الترضيع الترضيع خوت هذه عاديه خوت دابا غادي يحل لنا خاي مروان الكابو شوفوا العجب شنو شكون اللي مخبي تما شي عودان شنو كاين اجي معايا الكابو ديما مولا هو اللي كيعرف يحل يمشي لينيشا شي واحد اخر كيبدا يتراعب حلينا مروان الكابو ادولينا عليها شنو البلان اللي فيها هو البلان اللي فيها موطور باقي ما زيد فيه والو يلا انا ان شاء الله ستوك نزيد لها فيلتر بي ام سي اللي تبارك الله راه كيزيدها واحد الجهد شي الصوت في الصوت وكيدخل من هكا كيدخل من هكا صافي بالنسبه لركات سيلندر كات سيلندر دوليتر زيد على موطور تي اف اس اي
والفرق بينه وبين ديال الفولكسفاجن فولكسفاجن تي اس اي. خوت الاس 3 راه مصنفه من اسرع اربعة سلندرات في العالم تبارك الله، راه بالنسبه لله لينديزا كامله ولا 2 مليون ميم انولي لا فاب لي جير لا والو. هذا هو البلان اللي عجبني الخوت باللي راه ما كتخرج لا دخان لا والو. خوت شفت الطوموبيله من الداخل ومن برا، دابا غادي نركب مع خي مروان نديماري ونشوفوا اللانش كونترول ديالها شي بتي تور هنايا تكون نقيه. وكنشكر اخويا اناس اللي وقف معنا في هذا الفيديو، تحيه ليه. او الانستغرام ديالو هنايا دخلوا عنده قول لي كنشكروك بزاف. مروان كي غادي العمر؟ مزيان وطلعنا اخويا داخل. شوف شوف مروان خوت اول مره ركب على ليسونس باش تعرف، وهادي اول مره ركب على ليسونس الخوت ان شاء الله. الخوت مروان ادير لنا واحد لانش كونترول عشقنا مروان. احنا نرجعوا اللور ونشوفوا واحد اللقطه اللي واعره بزاف. لي مود حيد لي الباريت كلشي كاين هنايا. لي مود انا دفع قلت لا صح هاي سبور ده. خوت تبارك الله بلاش كنترول سير تخيل سبي على الفران برجلك الاخرى وكسير برجل اخرى. ديال الجوندار موقفونا، كنا مشينا لواحد البلاصه خاوي بوسكوره مع استر وتبارك الله راه فا واحد الصوت ما يمكنش. اتجاو لينا الجوندار قلت لي مروان منين هادو منين جاوا واش ما دايرين شي حاجه. قلت لي راه ما دايرين والو اخويا صافي دوينا معاهم على الازعاج الناس تما، حنا ماشي قصد ديالنا وما حتى حد ما كنصحو يمشي حدا ديور الناس وبدا يدير هاد الاصوات. الخوت حنا غير صورنا فيديو جي دويت معاه قلت لي راه كنصور فيديو اليوتيوب عادي دوينا معاه قلنا غير حيدو من هنايا حاولوا ما ديروا الصداع راه الناس تشكاو هنا. كنصح اي واحد عنده ليسونس وعنده الاصوات تقدر ممكن كاين شي اوبسيون كتحيد بها الصوت. انا كنحيد الصوت صافي كنصح. المهم دخلتي للدرب ولا دخلتي شي بلاصه فيها الصداع الراس حيت كاين اللي كاين مراه كبيره مريضه راجل كبير مريض مراه حامله بنادم يحاول
ما يديرش الصوت مجهد. حنا كنحترموا قرار ديال الدوله، قالوا لنا حيدوا، حضرنا راسنا حيدنا، دوا معنا زوين، دوينا معاهم زوين وصافي. وصلنا للاخر ديال الفيديو. كنشكر خويا مروان اللي جاب لنا اس 3، كنشكروه بزاف. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا واحد ابوني وجيم، وخليوا لي كومونتير شنو الطوموبيل اللي بغيت نجيب ان شاء الله المره الجايه. الطوموبيل ديال مروان راح حاطه تباع ان شاء الله، انستغرام ديالو يطلع لكم عاوتاني هنا، كونتاكتيو وقول لي راه جينا من طرف ياسين ان شاء الله. واخوت